چون به هر دیده او بر
بحقق أن محمد بين قاش باسم فاطر سامي عاش وبغفر لامني باجارة هذا جبرائيل بأمر إله سره لنا آدم عفو جليل مطهر ورائز ما جميل حرمتنا بين محمد الرسول توبة وقبولها قبول قلب بيت هم جماري من نجاة معشق شوقا هم بيجر الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله جملة ذرنا تيجي هندا أبنداء كنا بازي بيقبوت المرحبا مرحبا أي سنة فرخا مرحبا مرحبا أي جميلا مرحبا مرحبا أي جانبا في مرحبا مرحبا مستابسا في مرحبا مرحبا أي عالي سلطان مرحبا مرحبا أي كان يعرفا مرحبا مرحبا أي شمس تابا مرحبا مرحبا أي جاري جانا مرحبا مرحبا أي قرة العين خليل مرحبا أي فاس محبوب جليل مرحبا أي رحمة للعالمين مرحبا أنت شفيع المذنبين مرحبا أي آل تابع بزوال مرحبا أي ماه تابع لا يزال مرحبا أي كتل باغي وصال مرحبا أي آشناية الجلال مرحبا أي نور خشي لخدا مرحبا أي توجي حقنا لجدا مرحبا مطلوب عالم هكوي مرحبا أولاد هاشم هكوي مرحبا أي نور حق رامطاري مرحبا أي أولياء رأس الولي مرحبا هاتي شبالي أمتي مرحبا هاتم نور دولتي مرحبا أي بدر عالم يا منير مرحبا فخي كثير نستقيل مرحبا سلطان جملة أنبياء مرحبا أي نور جفن أسفياء مرحبا أي مرحبا سلطان جملة أنبياء مرحبا أي نور جفن أسفياء قرد بيت الهمز ناري بالنجار عشق شوقاكم بفجر الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وعترته أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم بحرمة حبيبك الأكرم ونبيك المحترم صلى الله عليه وسلم نسألك أن تقرن بالقبول ما قرئ من المولد الشريف والقرآن الحكيم وقد أهدينا ما حصل من الأجر والثواب إلى غضب سيد الكونين ورسول الثقلين وإمام الحرمين صلى الله عليه وسلم فاجعله اللهم واصلا إليه واجعل روح سيد الأنام راضية عنا وظل شفاعته مسؤولا علينا واجعلنا اللهم مقبولين محبوبين عند حضرته واجعلنا اللهم مثل ذلك لأرواح سائر الأنبياء العظام ورسل الكرام عليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام وإلى أرواح الأزواج الطاهرات والأصحاب المنتخبين والأنصار والمهاجرين والتابعين والأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح الأولياء العارفين والمؤمنين والمنصوبين قدس الله أرواحهم أجمعين ولا سيما من كان سببا لهذا الاجتماع المبارك شكر الله سعيه وغفر ذنبه وقبل عمله وجعل لكل مشكل أصاب فرجا ومخرجا وأوله عليه والمسافرين والمقيمين في بابك وبحرك
وفقنا اللهم في قريب من الزمان إلى زيارة بيتك الحرام بمال حلالك. وسهل اللهم سكرات الموت علينا وقت بكلمات الشهادة أنفسنا وفي القبر من بكر الشيطان الرجيم لعنه الله وحفظنا. وسؤال منكر ونكير نعود علينا وللجواب وفقنا وأكلنا والجماعة حاضرين في الجنة ومشاهدة جمالنا. وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جبونا لهم بيخنبان أهل أصحاب بيخنبان رحيم بيما تدعو بحمد الله يا أفاد مع السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد.